يعني كذا بإذن الله اختصرت لكم جميع الأمور اللي تضبط سكرك طبعا مع العلاج اللي إذا صرف لك الطبيب علاج. يا دكتور كيف أحمي نفسي من السكري؟ كيف أنزل التراكمي عندي من 6.3 إلى 5.5 و 5.4؟ ببساطة حبايبي عندنا في مجتمعنا أربع أشياء مهمة جدا هي أكثر شيء يرفع السكر. الأول الخبز والمخبوزات، الخبز والمخبوزات وما في حكمها المعجنات والكيك هذه واحد نخليها كلها، لا ما بعلمك دقيقة. اثنين الأرز أوكي، أو ثلاثة الفواكه والأشياء اللي مليانة السكر زي خصوصا طبعا التمر، ورقم أربعة السم الأبيض السكر. الأرز ابدأ بالخبز، الخبز قلل فيه قدر الإمكان، إن استطعت أنك تذهب إلى الدخن فهو الأفضل. الأبيض والأسمر البر ما بينهم فرق، هذا واحد. الأرز إن أخذت لك بني أو برغل فهو الأفضل. رقم ثلاثة الفواكه النشوية وكذا خصوصا التمر، التمر لا تتعدى ثلاث. السكر الأبيض اقطعه تماما، السم الأبيض والله العظيم ينضبط سكرك بأمر الله، واعمل رياضة ومشي. أضف إلى هذا نقطة مهمة جدا، الخضروات الورقيات الخضراء يجب أن أي وجبة تأكلها كل قبلها ورقيات خضراء. ليش يا سعود؟ ما هو بس عشان الألياف والضبط الهضم وتفكك من لا مو بس كذا، لأنها غنية بالعناصر اللي يحتاجها جسمك لعمل الإنسولين ولمضادة مقاومة الإنسولين، ولأنها مليئة بمضادات الأكسدة، والسكر عبارة عن أكسدة، وحدث ولا حرج. الورقيات جرجير، خس، خيار، طماطم، كرافس، اللي ودك اللي ودك. ايضا الحبوب الذكيه هذه، سمسم، حبه السوداء، يانسون، شيا، ثرها كذا على الخضر وكلها. اسال الله يوفقنا وياكم. ايضا يبقى نقطه اخيره، الزيوت الصحيه، استخدم الزيوت الصحيه، لان الزيت اللي ما هو بصحي يرفع الانسولين. اسال الله يوفقنا وياكم، يا رب ان نقول شيء مفيد. سلام.